قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن بلاده أعربت عن قلقها للسلطات التونسية حيال الصعوبات التي يواجه الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في تونس. وأدلى فاليرو بهذا التصريح في رد على سؤال بخصوص وضع الصحفي التونسي توفيق بن بريك المعروف بانتقاده للرئيس التونسي زين العابدين بن علي. من جهتها طالبت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات التونسية بإطلاق سراح المدونة وأستاذة المسرح التونسية فاطمة الرياحي المعتقلة منذ 2 نوفمبر الجاري على خلفية نشرها تقارير ورسوم كرتونية في مدونتها التي حجبتها السلطات التونسية منذ نحو أسبوع. وقالت المنظمة إن الرياحي لم تتمكن من مقابلة محاميتها سوى لثلاث دقائق في الرابع من الشهر الجاري. من ناحيتها قالت المحامية ليلى بن دبة إن موكلتها لم توجه إليها أي تهمة بعد وإنها لا تزال محتجزة عند الشرطة التي تحقق معها لمعرفة مدونين ينشرون رسوما كاريكاتورية في مدونتها بأسماء مستعارة. ومعنا من تونس ليلى بن دبة محامية المدونة التونسية المعتقلة فاطمة الرياحي. سيدة فاطمة، أين وصل الملف من الناحية القانونية؟ شكرا. أولا المنوبة فاطمة هي محتفظ بها من يوم 3 مش من يوم 2 نوفمبر، باعتبار أنه يوم 2 نوفمبر هو كان أول يوم هي توجهت فيه لباحثها اللي بحثها، وبعد يعني على الساعة 9 ليلا غادرت المقر اللي تم بحثها فيه. ثم يوم 3 نوفمبر هاتفتني الشرطة وطلبوا مني باش ترجع لهم فاطمة لمزيد التحريات، ومنذ ذلك الحين تم الاحتفاظ بها إلى غاية إلى حدود هذا اليوم. إذا يوم 2 نوفمبر انتقلت فاطمة على أثر استدعاء تلقاته من فرقة مقاومة الإجرام بتونس للبحث معها في خصوص مدونتها، وهذا كلام قالته لي هي بعد خروجها من عندهم، يعني هي خرجت من عندهم وعلمتني وأن التهمة اللي وجهوها لها هو يعني في كلام تنشر عن المدونة نتاعها اللي في بعضه مش هي اللي أثبته. يوم 3 نوفمبر تم إعادة استدعائها وطلبوا منها في الأثناء أنها تجذب جهاز الإعلامية نتاعها، وبما أنه جهاز الإعلامية نتاعها هو في بيتها ومرتاح بيتها كان عندي، فتنقلت وجاتني هي وثلاثة من أفراد الشرطة وسلمت المفتاح وحكيت معاها وطمنتني وقالت لي هي ماهيش تتعرض للحاجات يعني ممكن تسيء لها. نعم. وهي بس يعني تحاول انها تثبت كونها ما هيش عديد الكلام ما كانتش هي اللي تثبته، واليوم تنقلت باش نعرف وين فاطمه، قالوا لي هي رهن ايقاف وما ثم حتى تهمه توجهت لفاطمه إلى حد الآن، باعتبار وأنه ملفها لم يعرض بعد على النيابة العمومية في تونس، وبالتالي نحن ما نعرفوش يعني التهمة الموجهة لفاطمة وما نعرفوش قرار النيابة العمومية تجاه ملف فاطمة. ونحب نقول اللي يعني اللي قاعد يتقال كونها تتعرض للمحاكمة مع 9 نوفمبر أو السيدة تحقيق مع 9 نوفمبر هذا كلام مش صحيح. السيدة ليلى بن دبة المحامية عن المدونة المعتقلة فاطمة الرياحي، شكرا جزيلا لك.